سو من كم يوم او من كم حلقه كنا انا ومارك عم نحكي عن بعض الفويك الموسميه، حكينا عن الخرمه وكان عم بيقول انه بركي بيخصص حلقه كامله لموضوع هالشجره، شجره مثل ما فهمنا يعني قويه بتضاين بمناخات مختلفه بانواع تربه مختلفه، بس بركي نوع فويكه ما عطينه كل قيمته. اليوم مارك رح بركي يعطي معلومات اكثر عن هالموضوع. صباح الخير. هاي البير. شجره الخرمه انا بلاقي من الفواكه كثير طيبين، ما بعرف من وقت ما صغير بحب الفواكه، بعرف انه مرات في النوع يلي مزعج بس ما بقى بتلاقي منه. وكنت عم تقول هذيك المره انه لانه بتكب كثير فواكه في ناس بيعتبروا انه مش جيده، صح. او لانه الحيوانات ما بيربوا على هالشجره، الفطريات ما بيربوا على هالشجره، بينما هذا شيء دليل قوي. شو الخرمة؟ من وين بلشت؟ وهل بتنصحنا نزرع أكثر منها؟ هل هي جيدة للتربة؟ هل الفويكة جيدة لنا؟ أنا رح جرب كمان نتعلم كيف بناكل الخرمة، لأنه يعني نحن بس ناخذ الفواكه ونتكلم انه هي بيعملوا فيها كثير قصص، بيعملوا تشيبس، بيعملوا مربى، بيعملوا كثير اشياء حلوه كمان على الموضوع. رح بلش بصور ونقول نحكي عنها شوي، انه هي شجره بالاساس جايه من اليابان ومن الصين، من هول البلدان جايه من عندهم، وعندها كذا اسم هلا بنحكي عنهم كمان. هي من عائله الابناسيه اللي هن الابان، تعرف انه عاده خشب كثير قوي. كنت انت عم تخبرني شجر الابان هو معروف لانه خشبه اسود 100% غالي متين، ومن من احلى الخشب يلي بيشتغلوا فيه النجارين. هيدا اللي بخلي الخرمه انه بلبنان عاده نقول فوق ال 1200 متر لما يقوى الثلج فيها تنكسر، مش لانه هي ضعيفه بس لانه هي كثير قويه على هيدا، يعني اذا بدك الفكره انه لانه قويه وقاسيه على التقل فيها الطق بالقلب، يعني مش لانه هي بتركيكي او شيء، بس لانها كثير ثقيله اصلا هي مع التلج فيها تقوم، عشان هيك بيقولوا انه فوق ال 1200 متر بكسر الخرمه. طيب غريبه هيدي صوره خرمه مارك، يعني بتشبه اكثر الاغاب الجابوني من الخرمه. ايه حسب كيف انت بتشحلها. لانه سوري بس انا شجرتي ما بتطلع هيك. ايه لانه بعمل لك في كثير فرايتيز منهم، ومشان هيك انا نقيت هذه الصوره لاقول انه بيزرعوا الخرمه كثير كمان كاورنمنتال. هلا رح نتعرف على اساميها، سو كتبتهم لانه في كثير ناس بيسالوا عنهم. باللاتيني اسمها ديوسبيروس كاكي مثل ما عم نشوفها، بالفرنساوي كاكي او بلاكومين، وبالانجليزي بلاكمين او حتى بيرسيمون، وفي كذا نوع منهم كمان بس هيك كرمال الاسامي تبعها. هلا غير هيدا الشيء كمان لنقول انه ما لها علاقه الكاكي باللون الكاكي، سو هي ما لها علاقه ابدا فيها، جاي تسمي كومبليتلي غير، ما لهم علاقه ببعضهم ولا شويه. هيدا الفواكه ما بتكتب ما بتنكتب بنفس الشيء 100%، بس انه في ناس بتعرف لما بتنكتب بكذا لغه كمان بغلبته بيناتهم. سو ديوسبيروس معناتها اذا بدك الفواكه اسمه يلي هو اللي بحبه كثير زوس يلي آلهة من الميثولوجية، سو هيدا الاسم يلي عطوية. هلا هي من وين جاية؟ من الصين أكثر شيء ومن اليابان. ونبلش بأول خبرية كثير مهمة نعرفها، الخرمة لدرجة قوية، لدرجة ما بتمرض، ما بيجي عليها حشرات، ما بيجي عليها أمراض فطرية، ومش بس هيك كمان من بعد ما نزلت البومب أتوميك باليابان، الخرمة عاشوا، سو ما ماتوا. وهيدا بخلي كثير من يعني الأشخاص يعني من الأشجار القليلة اللي قدرت تتحمل 100% مثل مثلا النووية. صح، مثل الجينكو، مثل الاشياء المعروفين كثير، لدرجه انه باليابان في معارض بتنعمل دائما بيرسموا الاولاد، هلا رح نفرجي صور الخرمه، لانه هي عندهم سيمبول اذا بدك اول شيء لمقاومه انه الحرب، نفس الوقت للسلام، سو بيعملوا كثير مشاريع دائما الخرمه هي السيمبول عندهم، سو رح نحط كم صوره عن كيف الاولاد بيجوا، كيف كمان بيعملوا هيك خرمه على الطرقات، سو كلها هيدي الفكره تبعها كلها شجره عندها اهميه ثقافيه كثير عندهم سيمبوليزم معين 100% بهالثقافه، اوكي صح. وبعدين بدنا نقول انه بين امريكا وبين اسيا البيرسمون كثير بيختلفوا، ان كان بالطعم وان كان الشكل وهيك، نحن عندنا اكثر بلبنان يلي بيجوا من اسيا، سو هيدا هيك انت معقول شوف شجرتك عندنا. هلا هي شجره كثير حلوه، وهيدا هيدا بعتقد اكثر شيء ملفت لشجر الخرمه، انه باخر السنه لما بنكون دخلنا موسم الشتاء بدل في لما الوراق ينزلوا عن هالشجره ما بيبقى غير هالبولات الحمر يلي هو منظر ملفت، يعني ما صح. مش معودين على الشجر مثل كانها مزينه ببولات عيد ميلاد، يعني هيدا الملفت جدا لهالشجره الحلوه. صح 100% البير. لأقول لك شو رح أعمل أنا، رح قبل ما نتعرف عن زراعتها رح نروح هيك لنفرجي أشياء جديدة رح نحكي عن أنت عم تحكي عنه، بس قبل نفرجي شوي كيف بتتاكل الخرمة بكذا بلد. أوكي، سو أول شيء في بتعرف بينباعوا مثل ما نحن بنبيعهم، بس في صار أشكال وأنواع
بتتاكل الخرمه مثل ما بتاكل التفاحه دايركتلي عن الشجره، يعني انواع جديده من الخرمه منك بقى مضطر حتى تخمرهم. سو دايركتلي كيف تاكل تفاحه بتاكل الخرمه. وباليابان وبالصين بيتجفف الخرمه وبينباع هيك. سو او بينباع هيدي خرمه اكزاكتلي مثل ما هي، بتنباع او حمراء او بتنباع هيك مثل ما عم نشوفها، تجفيف مثل ما نحن بنجفف التين. سو اذا بتجفف الخرمه بهالطريقه بتصور يعني بينطبخ يعني 100%. يعني رح فرجيك يعني هدف من هيك شيء اكيد لندخل على ما بعرف ايه. سو بيعملوا منها مربى، بتعرف انه هي فيها كثير سكر وهيك، وليك هالطريقه الكثير حلوه كيف بجففوا الخرمه. سو اوقات بيقشروا وبيتركوا الخرمه مثل يعمل مثل جيرلاوند سو هيك، وكمان هيدا الهدف كله بعدين يتجفف ليتاكل. بس بتجففها ايمتى؟ لما تكون بعدها ما استوت. هي وبعدها ما استوت، ما نحن لانه وقتها بتقصها قبل ما تستوي فيك تخمرها. اوكي. سو هن بقصوها هيك وهيدا الطريقه لتتخمر. بتاخذ حلا؟ ايه، ما هو الانواع كلها مش مثل الانواع اللي عنا اياهم. اوكي. سو هيدا اللي كنا بنقولها. رح فرجيك صور كمان كثير حلوين عن كيف باليابان بجففوا الخرمه، صور بتعقد يعني كل واحد احلى من الثاني. ليك كيف هيدا كله خرمه عم يتجفف، لتشوف قد ايه هي مختلفه يعني الطريقه كيف تنعمل. هيدا كمان تخمير وتجفيف الخرمه بطرق كمان طبيعيه وصور بتعقد. فينا فرجيك بعد شي 100 صوره بس انا لما نجفف وننشف سماء ما عنا اياها بالتراديسيون تبعنا. ليش ما هيك بيطلع بيطلع صور خرج ناشونال جيوغرافيك؟ لانه الخرمه هي منا نبته من عنا، سو اجت لعنا مأخره. يعني من الاشياء اللي من عنا ما بنعرف نبرزهم بهيك طريقه، يعني اذا فيني استعمل كلمه بيع. فهمت عليك. باليابان في اشياء علاقه مع النبته. اذا انا قعدت مره شهر باليابان بفرجيك صور عن كيف بيتعلق عندهم علاقه مع النباتات. يعني في نبته انت عندك اياها بجنينتك ناندينا وهيك، هن بقصوهم وحده وحده والقراب بقصوهم وحده وحده وبيعملوا بوكيات مع الاكل تتبيع البلا ب $200 زياده بس لانه عندهم فيلوسفي كيف يقصوا هالورقه وكيف يحطوها وكيف يزينوا. سو ثقافه مختلفه. هلا بدي كمل بانت شو كنت عم بتقول وليك شو حلو. انت عم تقول انه نحن هيك معودين نشوف الخرمه، اوكي، بكون كل الفواكه بطلوا موجودين. بتشوف مثلا ثلج على الخرمه وفيها فواكه من دون ورق، هو الصور موجوده مزبوط. مشان هيك نحن دائما فينا نتعلم من الطبيعه. ليك شو حلوه هالفكره كيف ناكل خرمه. اذا واحد بملغص حاله كثير سو بجيب الخرمه بحطها ببول وبتحط حوالي البول من برا مي وبتفوتها على الفريزر لفتره 3 ساعات. بهيدا 3 ساعات بتكون المي جمدت، بتكون انت عم تقلت وشفنا قبل بالطبيعه، بس من جوا بعد ما وصلت انه تجمد، وهيك فينا ناكل الخرمه من دون ما نكون عم نلغس حالنا. سو هيدي طريقه كثير حلوه. مهضوم الفكره بس انه كل خرمه بدك تعمل فيها. لا شو بدها؟ عرفت انه عم بعطيك شو عنا هلا اصلا؟ لا هي الفكره انه في ناس كثير ما لها جلاده تملغس حالها بالخرمه، سو هيك بيعملوا. فرجيك كيف بالبلدان، لانه الخرمه هيك يعني انت لما بتاخذها عن الشجره ومجلده ما بتكون كثير هي بتملغس لانه شاده اكثر. طيب ماك هيدا قلب الخرمه يلي بتفل ما بعرف شو بدك تسميه. امرتيم هي هيدا اللي جوا، في تانينز بقلبها كثير. هيدا شيء بالشجره الاساسيه الاسيويه او هيدا لما نحن جبناها على بلداننا تاقلمت وصارت تنتج هيدا النوع من ال؟ لا هي الخرمه بحد ذاتها في عندك صنفين، وفي عندك الصنف يلي هي بقلبها ليك الخرمه ما بتمرض كثير، ما بيجوا عليها حشرات بسبب هول، يعني هيدا عاده التانز موجودين، فين يكونوا موجودين بخشب النباتات لما يسوس، هي كمان عندها اياهم بالخشب بس زياده كمان بالفواكه. سو هيدا طريقتها لما يحبوها العصافير والاربيفور كثير، مش لا العصافير بيحبوها للخرمه بس مش عم نحكي كمان بنرجع حسب سبيشيز يلي موجودين مطرحها وهيك. فينا نستعمل هيدا الشيء يس لنحمي باقي جنينتنا، يعني فينا نزرع كل شجرتين تفاح شجرة خرمة عم بحكي شو ما كان لنستفيد من قوة الردع اللي عندها اياها هلا. لا لانه هيدا الشيء انت عم بتقوله اذا في افترض يعني عندنا هجمة حشرات واجوا لعندك ساعتها ما بيجي شيء على الخرمة بروح على التفاحات اكثر. سو دائما لما بنقول بدنا نعمل بياج هي مش بتبعد، هن ما بيجوا لعندها، يعني منا رابلنت او انسكتيفيوج، يعني في عندك نباتات هن ببعده. أوكي. هي ما بحبوها، يعني مثلا الكيوي مثلها، فما يعني ما لنا البريمير شوا تبع الحشرات او تبع الامراض. اوكي هيدي الفكره. سو رح يروحوا على غير نباتات، نباتات قريبه منا 100%. اوكي سو هيدا لازم ننتبه لها. هلا تقول لك تعال نرجع نحكي عن الخرمه بس تكمل لنقول انه هيدي الامرتيوم تبعها في عندك حاليا اصناف بدها تتخمر لتقدر انت تاكلهم واصناف لا، سو في منهم منا موجوده فيها. هلا هول الاصناف الانسان قصلهم مع الوقت وصار عندنا هلا كثير انواع بتاكل انت خرمه او سوداء او حتى مثل ما بتاكل تفاحه اكزاكتلي من دون حتى حاجه للتخمير، وفي منهم بعدنا بدنا نخمرهم لحد هلا. هول الانواع
كمان بيبعدوا الحشرات او فقدوا؟ لا 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 بعدهم هي التفاصيل ما بقى فيها ايه، بس كمان يعني الخرمة اذا بدك هي كشجره الكيميكلز يلي جوات او هيك منا من الشتا اللي بيمرض كثير، مش يعني ما بتمرض بالمره. طيب. بس يابان فيها مرتفعات، فيها أكيد. جبال حلوه يس. ولكن هل هي شجره جبليه؟ شو المناخ المناسب؟ شو خليها تنبسط وتنمى ب يعني بطريقه صحيه ببلادنا؟ سو ليك شو الفكره؟ الفكره انه كان ما بدي افرجيك كم صوره عن الاكل قبل، بس رح جاوبك عليها. لا لا يلا مش مشكل. الفكره هي انه الخرمه شجره بتتاقلم على كثير مناخ مختلف، مثل الاكدنا. يعني الاكدنا كمان اجت من اليابان، وبتشوف انت اكدنا على الساحل بتشوفها على 1400 متر. يعني هي لانها ما بتمرض، لانها قويه بتتاقلم. وين اضبط شيء تزرع خرمه بلبنان؟ تقريبا من 800 متر ل 1200، هيدا المطرح اللي هي بتنبسط فيه اكثر شيء. شوي اعلى فينا، بس كنت عم اقول لك لانها قاسيه بتطق مع الثلج، مشان هيك فوق ال 1200 بتكسر، بس كمان هي بتقدر تعيش. فاللي خليها تعيش بلبنان مثل ما التفاحه ومثل ما الاكدنا، يلي هي بتقدر تتحمل مناخ سقعه مع حراره عاليه، لانه انت قلت من اليابان، سو اليابان كلها جبال. نحن بدنا لهول الشتل بدهم حرارة عالية بفترة وبدهم سقعة بفترة، واحدة منهم ما بتزبط. يعني مشان هيك إذا تزرعتهم على الساحل ما في سقعة الإناف، بينما بالجبل عندهم الاثنين، مشان هيك قدرت تتأقلم تعيش بالجبل وتعطي الخرمة تبعهم. رح كمل لك نكذب هيك كمان كيف بهالبلدان بياكلوا خرمة. سو رح نشوف تشيبس موجودة كمان بالخرمة، أنا بحطوا لنا صورة ونطلع عليها. سو بتتجفف تنقص هيك، أو بيعملوا منهم رول أبس. سو هيدي طريقة رول أبس هينا عمر الدين، هي زيتها هيدي مثلا بالثلج. سو بتحطها انت بالبراد بالمطرح بنحط ثلج، وبتنعمل كمان الخرمه هيك، بينعمل منها تشيبس. ونحن عم فرجي الصور لانه نحن عن جد ما بناكل الخرمه بهيدي الطريقه. بس مارك رجع قال لي يعني انواعنا بيزبطوا، او يعني لما تكون خضرة بدك تعمل هيك؟ يس. سو في منهم هي وخضرة بدك تعملهم، وفي مطارح يعني اذا انت بدك تعمل الجو مثلا، بدك تعمل مربى او هيك، بدك تنطر لتستوي. سو دائما حسب الانواع، بس الانواع تبعنا فيك انت كمان تقصها وتجففها. بتحس الخرمة الخضرة بعدها بتحس فيك اذا فتحتها يس. يعني ما بتحسها قابلة بقى لما تشيلها عن الشجرة، يعني في فترة بتخمرها اوكي، بس قبل بتكون كثير بعيده عن التكوين تبعها. مزبوط، مشان هيك مزبوط 100%. مشان هيك عم بقول لك في كثير انواع. بس عم نخبر نحن لانه بلبنان حاليا عندنا اكثر من 7 انواع خرمه. يعني اللي عندهم شجر قديم عندهم بس هيدا القديمه اللي بتكب وهيك، بس اللي زارعين باخر 10 سنين في عندهم هول الانواع اللي عم فرجيهم، عندهم انواع اللي بتستوي دغري، عندهم يعني دائما محطوط اسمها. ولما انت بتكون عم تشتريها على الكتالوج فيك تعرف اذا هيدا اللي بدها تخمير او يلي ما بدها تخمير. كيف بتخمر الخرمه؟ بدك تحكي عن الموضوع؟ ايه فينا كل واحد عنده تقنيه. يس. هلا في يعني عاده هو لتقدر تخمر انت حيالها شيء، هن في او بدك تشتغل على السي او دو او على الاتيلان، يلي هن هول بيفرزهم الشجر اصلا. يعني انت لما تحط تفاحه مهريه، هيدا التفاحه مهريه بتعمل هرمون مش الغاز اللي اسمه الاتيلان، ولما هيدا الهرمون التفاحه الثانيه بتاخذها ساعتها بتصير هي تبلش تستوي. سو نحن فينا نعمل هيك، بس باليابان مش هيك بيعملوا. بيعملوا مثلا بيعملوا بام بالسي او دو، بيعملوا بام بالاتيلان تيعجلوا الخبريه. هلا انت كيف بتخمرها؟ بحطهم بي يعني لانه في كميه مثلا 10 بكيس بلاستيك مع تفاحه. اوكي. سو التفاحه ليه التفاحه؟ التفاحه المستويه زياده عن اللزوم فيها بقلبها هرمون فيجيتال مش الغاز اسمه ايتيلان. عادة هيدا الهرمون موجودة بالشجرة، بتبعتها الشجرة على راس الفواكه لتقول لهم زبط الطقس صار فيكم تستوي. سو هي بدها بس هيدا الشغلة الصغيرة كرمال لتقدر تستوي، هيدا الفكرة تبعها. مشان هيك بنحط تفاحة مهرية معهم وهيك. اوكي. سو التكنيك صحيحة؟ ايه 100%. بكمل لك بكم صورة كمان لنشوف فضل. كيف بناكل الخرمة كمان. تفضل دكتور. سو في عنا فينا نعمل مثل ما هون عم نشوف كمان بانش فيهم، بينعمل منهم كثير مثلا سموزيز وجو، بينعمل مثلا هذا كومبوت هون في بوم وكاكي سوا تفاح، هون تيراميسو معموله كمان منا. يعني عم فرجيك قد ايه مختلف كيف بناكل عاده الخرمه. سو هون عندنا قد ما بدك خبار، يعني هيدا هون عم نعمل مربى الخرمه. سو نحن ما بنعمل هالاشياء مش معودين عليها، بس هيك قلت بنفرجيهم شوي كيف بيكونوا. بس في حشريه ندوق كود بي يعني شايف عم بيحضر. سو لازم بركي هيك كم انسبريشن. شو رايك بنجربها؟ وي كان تراي ات، وي كان تراي، بس هلا تو ليت، بدنا لسنة الجاي. مزبوط. هلا بقول لك ما بعرف قد ايه بعد عن وقت لنحكي عن كيف نهتم بشجرة الخرمة. ليش ما في بوزة؟ في فرجينا صورة هيك كانت سريعة عن البوزة يعني الخرمة. يعني فرجيت انه نجلدها لناكلها، بس مش ايه بوزة على خرمة ما بعرف.
أنا وقت لنحكي عن عيناية تبع شوي يلا تنقول سو كمان رح نحط صور ونحكي عن الخرمة لأقول أنه سألتنا أنت هذيك المرة وجوابنا بسرعة هلأ رح نحكي عنهم بالتفاصيل أكثر. الخرمة هي شجرة بتاعتي كتير. إذا حدا بلبنان عنده مثلا تفاح والتفاح عم بيجي عليه كتير أمراض فطرية مثل الفيتوفترا مثل الحلوت هولي معروفين كتير أو حتى أمراض أو ملوش بالأرض وعم بيشيلوا أكتر وأكتر تفاح من كتير مطارح. الخرمة فيها تاخد مطرحهم إذا عرفنا نسوقهم وإذا عرفنا نزرع الفرايتيز الجديدة. ليه؟ لأنه الخرمة يعني بتقدر يعني نستبدل زراعة التفاح بزراعة الخرمة هي اللي عم تقوله؟ يعني أراضي بس انتبه شو عم بقول أراضي انفستد بالفيتوفتر أو الحلوت يعني عندك المزارعين عم بيزرعوا تفاح وعم بيقضوها يرشوا لأنه الأرض تبعهم ما لكن رش كتير محصود قليل من وراء أمراض بالتربة 100% مثل الفيتوفتر أو بيقولوا الحلوت المزارعين أو حتى ملوش. الخرمة هي فيها تكون واحد من البدائل لأنها ما بتمرض ما بتتأثر بالفيتوفترا ما عندها كتير أمراض ونفس الوقت هذا الشيء المهم فيها فيرساتيل كتير على كتير أنواع من التربة يعني إذا التربة فقيرة أو التربة أسيد أو التربة بازيك الخرمة كمان فيها تعيش. هل هي بتغذي التربة؟ يعني لا هي منا من النباتات الليجيومينوز أو الشجر مثل الخروبة أو الفول أو هيك اللي هي بتغذي التربة لا بس هي عايزة كتير قليل لتقدر تعيش منا متطلبة إذا بدك من هيدا الناحية سو هيدا كمان شغلة مهمة نعرفها عن الخرمة. الشغلة الثانية كمان نعرفها أنه الجزع تبعها كتير قوي بنفس الوقت شلوشة يعني معروف كتير راحت صورة قدي أوقات بتحس الشلش نازل كتير يعني قوية كتير فبدنا ننتبه كمان وين بنزرع مش حد البيوت دايركتلي سو هيدي كمان شغلة مهمة لنعرفها. في كتير أنواع من الخرمة ألبير رح تشوف هلأ هيك بالألوان كيف هن مختلفين بس تقول شغلة مهمة وأساسية على زيت شجرة الخرمة فيك تشوف خرمة فيهم بذر ومنهم لا. ليه؟ لأنه هن كتير بيتأثروا بالبولينيترز وإذا فيك كان كتير نحل وكتير هيك بينعمل البولينيشن بس نفس الوقت ما بعرف أقول الكلمة بالعربي هن فواكه بارتن وكاربيك يعني بيقدروا من دون بيكونوا فواكه بدون ما حدا 100% بدون شيء يعني بتطلع عشان هيك بتشوف خرمة فيها 5 إلى 7 بذرات مش مهضومة الشجرة إنه إذا بتحبوا بتقول لهم للحشرات تعوا بس إنه ولا مش عايزتكم عشان هيك بتشوف خرمة بدون بذر يعني بحال صار عندنا كريزة عالمية وموجودة بالنحل والبولينيترز ان جنرال فيك تقول هيك بيبقى عندنا خرمة؟ ايه بيبقى بالمبدأ بيبقى عندنا خرمة وبيقدروا يتكاثروا اكيد على الشجرة واو فهيدي واحدة من الأسباب تبعهم. في حدا اتصل مارك وسأل أي متى بتنزرع الشجرة؟ ما هيك؟ سو هو هل مثل بأي وقت بأي وقت بتنزرع؟ إذا فينا نعطي شوية تفاصيل حول الموضوع هي هل مثل كل الأشجار إجمالاً بفترة تمتد بين تشرين الثاني وشو؟ يس هلا رح أقول شيء ولازم نجاوب على شو نعمل إذا بتكب كتير الخرمة عنه. أي متى بنزرع الخرمة؟ حيالله وقت بالسنة طالما عم تسقيها أكيد تجربوا إذا بدكم أفويد شهر 6 و7 الإيديال هو نزرع بين شهر مثلا 10 لشهر 2 3 لأنه بتشتي عليهم وبياخدوا شوية سقعة بس مش يعني إذا بدي أزرع بشهر 3 و4 و5 و6 ما فيه خاصة إذا بسقي مزبوط يعني أول سنة لسنتين كل الأشجار المثمرة إذا عندي مي في أزرعهم ما في ولا مشكل ما تزرعوا بتموز وقب هيدا إن جنرال يعني هلا كمان رح نحط صور لنقول انه عندنا مشكل بالخرمه قد ايه بتكب هذيك المره حكينا عنهم على السريع سو هي لما بتقول انه هيدي هي هيك هيدي شجره بتنتج كثير بتعقد كثير بس هي عارفه انه مش كلهم رح ينجحوا 100% اللي كنا عم نقولها يعني شجرة هي الرمان لا مزبوط بس الخرمه الفرق انه بتقدر تعمل الرمان ما بيقدر حتى يتكاثر من دون ما يعمل بولينيشن هي أوكي. هي شو بتعمل بتزهر كثير ففي زهره ذكر وزهره انثى سيبريت على الشجره وعادة لازم هن يعني إذا بدك بتكتر كتير زهور لا يقدروا يلتقوا منهم لتقدر تعمل الفواكه سو أول مرة بتعمل زهور هي بتكبهم لتعطي تشانس للزهور يلي تلقحوا بترجع بتعمل فواكه بتكبهم لتعطي تشانس للفواكه اللي بقيوا يكبروا لأن إذا عندك كتير فواكه بيطلع الفواكه صغار طب بس ليش عم تعمل زهر يعني كيف عم يلتقوا الزهرة الأنثى والزهرة الذكر إذا ما في بولينيترز يعني هي الزهرة معمول تقدر تتلعب هي تقلك شغلة مشان هيك إجمالا تتعرف كمان شغلة على الشجرة ولا مرة الشجرة بدها أنه الزهرة الذكر تبعها والأنثى يتلاقوا دايركتلي بتفضل الشجرة اللي حدها واللي حدها واللي حدها سو معمولة لما يدقوا كتير بعد سو عايزين الهواء وعايزين البولينيترز بس هي لأنها قوية حكينا عن شجرة مقاومة حتى للبومب نوكلير يعني سو عندها طرق تأقلم يتحطى على هذا الشيء شو غريب أنه حتى الأشجار
بينبشوا لبرات الجينات تبعهم، يعني بيغذوا حالهم بتنوع جيني، لانه بيعرفوا هيدا كيف في كونسانجوينيتي عند الناس. بيعرفوا انه اذا كل ما يبعدوا جينيا عن بعضهم كل ما بيطلعوا هن اقوى، وكل ما بيطلع عندهم اذا بدك ما عندهم امراض كثير. هيدي الفكره موجوده كثير عند الشجر. سو كنت انا عندي شجره واحده، لازم دائما لازم تكتر، دائما ما بنزرع شجره واحده. سو الخرمه هي هيك، سو معموله لتكب. هلا نحن اذا بدنا ما نخليها كثير تكب، بفتره معينه نحن بنجرح الغصن لنخلي الساف فوق كرمال ما تكب كثير من الفواكه. واهم شيء ننتبه ما نسقيها كيف ما كان. بالوقت الباقي رح فرجي انواع من الخرمه هيك بس على السريع لنقول قد ايه فيها، في منهم انواع. سو عندنا نحن ليك هيدي البركي فيها هيك اورنج بتشبه حتى فواكه ثانيين، هيدا بتحسها دراقه شوي، هيدا كمان نوع خرمه. في عندنا اسود، في منه كثير هول صار في منه بلبنان، وهيدا كمان نوع خرمه. سو منه بس الخرمه نحن كيف بنعرفها، عندنا لحظه خلينا نرجع نشوفهم شوي بسرعه يعني. شوي ببطء اكثر يعني السوداء لذيذه مثل مثل الخوخه، هيدي مثل البندوره. اتس انترستينج، لا انا ماني شايف هالتنوع صراحه بلبنان. سو هيدا كله كمان انواع من الخرمه بالسفرجل. بقول لك قد ايه في انواع جديده ولازم نزرعها، وانه اكيد يعني مش نزرع الخرمه في القديمه. في شو بيقولوا، في حماس عالمي على هالنوع من الفواكه. هل هي بالهاي انترست بالهاي ترند؟ لا منا هالقد هاي انترست، بس بقول لك هي دائما بالهاي انترست مطرح ما انت فشلت بزراعتك مثل بالتفاح. نعم. للتبديل، هيدي كثير هيك عاده. أوكي. موجوده يعني. بعتقد ماك اعطيتنا حلقه كامله ومتكامله حول موضوع الخرمه، شكرا لهالمعلومات. جاهز ناخذ بريك وبرجع بلاقيكم بعد شوي. في عنا مواضيع رح بتهمكم. اول شيء رح نحكي عن اداره الكوارث، وبشكل خاص اداره كوارث العاصفه مع اخصائي بالاسعاف الميداني. رح نحكي كمان عن حقوق المراه وكيف نقدر نأمن لها الحماية بحال في عنف أسري، ورح نحكي عن المحافظة على حصة صحة القلب والشرايين. في غير مواضيع كمان مثل مثلا الألفاظ اللبنانية وأصولها من وين. خليكم معنا، في ضيوف ومواضيع رح تهمكم.